تعرفت في البداية مثلاً في بداية الثانوية يعني سنة 10 على النسبية لأينشتاين مثلاً في عالم العلم سحرتني نظرية النسبية. لماذا؟ بدأت تفك لي بشكل مقنع وبشكل علمي مغارق الأبدية والخلود. معضلة الخلود تحل بالنسبية بسهولة. طبعاً هو ليس حلاً نهائياً، هو حل نظري، حل نظري يعطيك الإمكان العلمي وليس الإمكان العقلي. هنتبه، ودائما أقول الإمكان العقلي أوسع آفاقا وفسحا ومرحا من الإمكان العلمي، واسع جدا 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 جدا. لذلك لا يعور عليه الآن في منهج العلم الإمكان العقلي، يعور على الإمكان العلمي. وطبعا من أضيق الإمكانات الإمكانات الفنية، على الإمكان الفني. يعني مثلا يقال السفر عبر الزمان علميا نظريا ممكن، لكن فنيا مستحيل. طبعا الوقت مستحيل مثلا. فهكذا الإمكانات الفنية في الإمكان العادي هذا نتقابله كلنا يوميا، هذا مبتدا في الإمكان الفني وفي الإمكان العلمي وفي الإمكان العقلي المنطقي. هذا أوسع الدوائر بلا شك. ففهمت أنا بالنسبية أن الخلود ممكن علميا على الأقل، يعني باسم العلم تستطيع أن تنفي الخلود كإمكانية. مش شرط أن الله يلجأ إلى أسلوب السرعات هذه القريبة منها حتى يحققها. لا لا لا، يعني كانت الله طبعا هي هذه مطلقه، ولكن انا هذا قناعي. على كل حال بعض الاشياء لم تكن واضحه، فقلت انا الجا الى من؟ الى الشيخ المفكر هذا التلميذ عبد الله عزام حجاز القصاص. ممتاز، هذا رجل ذكي ويقرا. قلت له يا شيخ حجاز انا عندي بعض المسائل ان شاء الله يعني مطمئن انك سوف تسعفني. قال تفضل يا عدنان. قلت له هي النسبيه؟ قال لا اعرف فيها شيئا يا حجاز. قال لا اعرف ولا شيء، لم اسمع بهذه الاشياء. فقلت إذا على بركة الله لابد أن أعتمد على نفسي، وبدأت مشوارا طويلا في تجميع الكتب والمقالات والترجمات عن النسبية والنظرية النسبية الخاصة والعامة. بس أنا صعبة. قلت لكم الحقبة أيضا قرأت كتاب لعبد الله العروي مفكر أيضا يساري المغربي يكونوا جيدا. العرب والفكر التاريخاني، هل النسبة بالنسبة لي كانت غير برضو مفهوم التاريخاني تاريخي بس تاريخاني يعني ما معنى تاريخاني؟ حاولت أقرأ لم أفهم شيئاً. رجل صعب جداً جداً. كنت أقرأ محمد البهي وزير الأوقاف دكتور في الفلسفة من ميونخ بألمانيا الجانب الآلي في التفكير الإسلامي، قرأته فهمته، لكن أقرأ العروي لا أفهم. وأنا كنت أظن محمد البهي هذا يعني لا يشكله غبار، وجدت أن العروي هذا لا شديد التعقيد. كنت أقرأ عباس العقاد أفهمه، يعني أظن أنني أفهمه، بس العروي لم أفهمه. قلت لكن سيأتي يومه. أترك العروي هذا، لم أيأس. لما يسقط هذا سيأتي. ولذلك حتى تنظيم القراءة أو تجد من ينظم لك برنامج القراءة عملية مهمة جدا حتى لا تصاب بالإحباط. الحمد لله لم أحبط. الله هذا قال لي يعني هذا سيأتي يوم، وفعلا تقريبا بعد سنتين أو ثلاث سنين قرأته وإذا به سهل كلمة عليه. لأن القراءات متسارعة كانت بفضل الله تبارك وتعالى. في يعني كان مدد إلهي ورفق إلهي وفضل الله عز وجل فعلا في سرعة القراءة. وهل يعرف إخواني عادة تلازمني اليوم بفضل الله، يعني هذا تسهيل إلهي لدي لياقة أو كفاءة القراءة السريعة بشكل الحمد لله يعني جيد إن شاء الله. مش هقول مذهل، لكن مش يعني موجود هذا بفضل الله عز وجل. وكذلك الكتابة ولسه موجود هذا الحمد لله. سأحدثكم ببعض اللطائف اللي كان محمد به المجلس، وهي من العجائب التي اتفقت لي حقيقة فيه من دون لطف الله عز وجل. حين كنت يعني في أوائل الثانوية كان لدي مكتبة كبيرة تملأ غرفة كاملة. أنا حدثتكم أنه من المستحيل تقريبا يعني أن أكبد والدي مؤونة أن يدفع لي دفترا في غير أوائل. صعب جدا جدا. أول كتاب حاولت أن أقتنيه جزءا صغيرا من فقه السنة لسيد الصابر، كان يطبع في شكل رسالة صغيرة تذكرونها كذا، مجلدات صغيرة مش ثلاث مجلدات كبيرة لا. وكان الشيخ الدكتور محمد حماد هذا يأتي يوزعه بأقل من سعر الشراء للعموم من المال عشان يطلب العلم. فأنا أخذت جزء وفرحت به تماما. بعدين تورطت، شعرت بالورطة لما صرت في البيت. طب من أين أدفع ثمنه؟ ليس عندي الثمن وليس عندي الجوع أن أطلب من والدي، وقاطع ليس عنده الإمكانية هي أن يدفع لي. طب ماذا أفعل؟ جاءني أخي الشهيد خالد فرج الله، هذا قتل في ليبيا للأسف، وكان هذا شابا يعني يكون بسنتين، وكان نابغة خطيبا مصفعا مفوها مفتوحا عليه، ومن الأوائل أيضا في الدراسة رحمة الله عليه. هو الأول كان والله للأسف. قلت له يا أخي خالد يدرس هندسة، قتل في السنة الأخيرة. قلت له يا أخي خالد اتق الله في نفسك ولا تفجعنا، إياك
أن تظهر نفسك داعية في ليبيا القذافي كذا. قال لي لا لا تخاف على خالد. قال لي أنا هناك أؤيد الفكر الأخضر الأخطر والحمد لله. قلت له احذر احذر كثيرا، نحن إيه ما هناك من يطالب بدمنا. هذه مسألة فلسطين، لا أحد يطالب بدمنا. نقتل نقتل منا ليس لنا دولة ولا أحد. وللأسف فوجئنا بنبأ مقتلي وقتل في خالد فرج. كان ممكن يكون فعلا عالما إسلاميا حقيقة يعني إيه من النواب والله رحمة الله تعالى عليه. والله رجل صافي وطيب. جاءني وقال يا عدنان عندك ما تدفع؟ قلت ليس عندي. قال إذا أعطيني أنا أشتري. كان أبوه بدويا صاحب إيه عطيان وعقارات وبساتين من أغنياء، وهو أشتري. أعطيته هو ركبتني حسرة عظيمة جدا فقدت المقتل. فأبى الله إلا أن يعوضني. هذا الدكتور حماد بارك الله فيه، محمد حماد، فعلا كان يشتري ويهديني، لكن طبعا لم يهدني يعني كم عشر مكتبتي أقل قطعا، أقل بكثير. طب من أين كونت هذه المكتبة؟ هذا رمز في حياتي، هذا شيء غريب يا أخواني. كان الله ييسر لي هذا تيسيرا عجائبيا خوارقيا. فضل الله صار لي مجموعة من الإخوة أشبه بالتلاميذ يحبونني جدا، وأنا قريب منه طبعا، فيشتروا كتبا يؤثرون بها على أنفسهم. والله يا عدنان أنت أولى بها من الله، خذها لي. بارك الله فيكم أصدقائي. ولكن كتب كثيرة اشتريتها بتيسير إلهي. سأحدثكم بقصة يعني أذكرها بحذافيرها. قلت أخي محمد هذا، أخوان اسمه محمد بسيس، يا محمد هيا إلى قطاع إلى مدينة غزة لأشتري الكشاف للزمخشري. قال الكشاف؟ هل تعرف كم هذا ثمنه؟ 500 ليرة. قلت أعرف 500 ليرة، مكتبة لبد. والدي كان يعمل الشهر بطولي ب90 ليرة إسرائيلية. يعني هذا شغل والدي 6 أشهر. يستحي من أين لي هذا المبلغ؟ قال لي هل عندك؟ قلت له ليس عندي إلا وجهة الطريق. كيف تشتري الكشاف الزمخشري؟ قلت سأشتري. وقع في قلبي أنني أشتريه اليوم وأعود به. قلت ذهبنا والله ذهبنا. هذا هو الطريق الآن هكذا، مكتبة لبد هنا في هذه الزاوية. لم يبقى بيننا وبينها ربما إيه يعني 30-40 خطوة. حين صرنا هنا وإذا لي أشعر بشيء تحت رجلي. الله العظيم. قلت يا محمد، وقفت أخذت فتحت شيء هكذا في ورقة، فتحته 500 ليرة. الله 500 ليرة جدا جدا. كيف عرفت؟ ما لا أعرف، أنا أشعر بهذا، أنا شعرت بهذا. شيء قال لي اذهب إلى غزة إلى المكتبة ستشتري الكشاف اليوم. مولانا العلامة البوطي حين جاء إلى النمسا، الأخوة يعرفون يعني، وسجل هذا حتى إيه بالفيديو. أتى في الزيارة الثانية وأتى بزوجته وأراد أن يقابل أمي، وتشرفنا إيه يعني المقابل بينهما. قال يا أختي أريد أن أسألك، الذي رأيته من الأستاذ عدنان هو شيء بالنسبة لي لم أقتنع أنه بسبب كتب وخيارات. هل هناك شيء غريب يعني أو غير عادي في حياتكم؟ قالت له والله إذا أردت أن تسأل هذا السؤال يا دكتور يعني سأحدثكم بالواقع. والده الحمد لله رجل إن شاء الله يعني من الصالحين. قال ها دكتور في فيحة بها فك له بعض المرة. قالت ووالد ونعلم الحمد لله وإلى الآن فضل الله يعني قبل أشهر ابن الأخي الكبير نفس الشيء. قال أنت حامل بولد ذكر، وإياك أن تضلي عن اسمي، اسمه مصطفى، وإياك أن تضلي. وفعلا حين أتى ولد ذكر أبوه قال لا أسميه مصطفى، لا أحب هذا الاسم، أسميه مش عارف إيه. قال والدي انتبه. قال لهم هي قالت لا أخاف عن أمر جدي فيموت ابني. قال لهم كن يموت عادي. هذا بفضل الله اتفق له معنا جميعنا إلا أخي نعيم هذا. سبحان الله لم ينبئ باسمه، والوحيد اللي شد عن الطريق هذا شوية. فقالت والده أيضا يعني بشر به من أول ليلة علاقته به. قال بعدنا قلت له وحين كنت في الشهر الثاني أو الثالث كان يتحرك في أسفل رحمه، وكنت أظنه إيه يعني بنتا، فكنت أضرب إيه بطني وأقول بنت الأحسن أن تنزل شو الجهل. طبعا ولها أخت خالتي فاطمة رحمة الله عليها، أنا أعرفها جيدا، ولي فصول معها، سيدة خارقة يا إخواني، خارقة والله العظيم خارقة. لها دعوة مستجابة، مرة إذا دعت عليك بالخير أو الشر تستجاب والله الشرة. دعت على دكتور أنا أعرفه وأعرف أولاده، أحيانا ربما ما شاء الله أيضا ولدان طبيبان، ذهبت بابنها إلي
قالت له ابني يعني معتد كذا كذا، قال ليس عندي وقت الدور، لابد ان تلتزم بالدور. قال يا دكتور يعقوب ابني يموت كذا، فعلا كان عموما. قال قلت لك ارجع يا ام ربحي كذا. قالت له الله يجعل ما يجي عليك المغرب الا وانت في المقبر ميت يا دكتور يعقوب. واخذ ابنها المغرب، هي في بيتها واذا بالباب يطرق. قصه عجيبه. ما هناك اولاد ايش الدكتور هذا يا خالتي ام ربحي، يا خالتي ام ربحي، الوالد يموت، الوالد يموت. فخرجت المسكينه اخذتها رقصه تجري، لبست الطرحه وخرجت تجري. دخلت واذا بالرجل ينزع يموت يموت، وهو طبعا في حال صياح ونواح. فرفعت يديها وجعت، وطبعا انا رايتها عشرات المرات، لا اقول مئات، عشرات، حين تدعو وانت ترتج من اعماقك، مخيفه وهي تدعو والله العظيم، كانها تعين الله، شيء مخيف مخيف، كانها ترى الله امامها، انت تخاف وانت ترى كيف تدعو. يا الله يا الله يا الله كذا كذا. فقام كانما مشط من عقال. خطيره هذه رحمه الله عليها خالتي فاطمه، قصصها كثيره. فقالت لها نعم نصلي المغرب ان شاء الله، نصلي المغرب ثم نعود لاكمال هذا الحديث الشيق.